اي بسم الله. بسم الله. بالنسبة للنقطة اللي درج فيها الأسماء كلها وشهر فيها وقصر قصرات الجنة لازم نرد اعتبارنا. ايه. لازم نرد الاعتبار، مش هي حاجة سهلة واحد يرد سيارات. أنت ذكرتي أنك أنت جاتك ترقية وفي نفس الوقت اسمك في القائمة، كيف هذه الزواجية هذه؟ جاتني أمس ترقية باسمي. باهي؟ للمدرسة أمس. ايه. بيانات كاملة، كل هذه البيانات خارج الملف الوظيفي، كيف خارج الملف الوظيفي وأنت عندك جميع البيانات. كيف يصلوا لك ترقية وانت خارج الملك؟ غريبة النقطة هذه، يعني تصلك ترقية أمس وانت خارج الملك حسب الترقية تاعي وطلعوني خارج الملك. بعدي كمدرس عشان تشوفي تأثير الأمراض على الطلبة، البلبلة اللي صارت. من يتحمل مسؤوليتها؟ يتحمل مسؤوليتها هو. ان هي هذه تشتغل، احنا صف كامل ونشتغلوا، ما بقولناش شغل. وبعدين يقولوا لنا انتم ما تشتغلوش، خرج الملاك. نعم الساعد. ماهيش حاجة سهلة. قطع الراتب ماهوش حاجة سهلة. كلمة أخيرة يا أختي فاضلة. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. إن شاء الله المهم نبقوا رد الاعتبار، أهم حاجة. إن شاء الله، بارك الله فيك، السلام عليكم.